اصريت ان انا اوصل واشوف واقرر انا مين بالظبط. الموضوع بدأ بحياة حتى من أيام الطفولة. لما دخلت المدرسة كنت دايماً بقعد في الصف الأخير بتاع البنات. كون إن أنت تبقى شخص وعايشة شخص تاني مفيش أي حد هيفهمها بسهولة. مفيش أي تواصل مع العيلة خالص. الأب توفى من سنين على حياتي وأنا هناك. بعد ما مشيت من البلد سمعت إن والدتي توفت، ما قدرتش أتواصل هناك، ما قدرتش أنزل الجنازة برضه. رأيهم واحد، لا مش قابلين. أنا وصلت إن أنا كنت بنام على الكورنيش عندنا في بلدنا، بنام على في الشارع، ما فيش معايا أكل ولا شرب، كانت مأساة بكل المقاييس. بس كنت بعافر وقف واشتغل، أقع وقف وأكمل، لغاية أما وصلت إن أنا أستوفي جميع أوراقي كلها وتميت العملية. جيت بالصدفة واكتشفت ان انا جيت في الطريق الصح. كل مشاعر الانسانية موجودة في البلد هنا، ليا اهل وليا ام وليا اخوات وليا عيلة. انا عايشة هنا في البلد بفضل مساعدتهم. انا ليا دخل ولا ليا شغلة ولا ليا معاش ولا ليا اي حاجة خالص. شرحت لهم الكلام بالورق والكلام منه، فهم يعني الحمد لله من اول الناس اللي تقبلوا الوضع اللي هم شايفينه وما لهمش دعوه باللي فات. انا حاسه ان انا عارفاه من سنين، يعني مش من سنه بس ولا سنه ولا سنتين. احنا حاسين ان هي مظلومه، المجتمع بتاعنا احنا ما بعرفش بالوضع اللي هي فيه. ممكن يكون انا حفيدي، حفيدتي، يكون جاريتي، بنت اختي، اي حد متعرض بالموقف بتاعها. يعني احنا مش نظر لها نظره كوتشينه طبعا، لا بالعكس، احنا نظر لها نظره ان هي ديت حقها تعيش في المجتمع زي اني وزي بنتي وزي غيرنا. انا مدرسه لغه عربيه، كنت في الوظيفه بتاعتي حد كويس جدا بيتدرب بيا المثل. لما بدا يتعرف الموضوع او المشكله بقت صفر على الشمال، حاجه كده لا تذكر، حاجه ملهاش قيمه. المعاناة خفت شوية من خلال الناس اللي أنا عايشة في وسطها، إن أنا مش حاسة إن أنا غريبة، مش حاسة إن فيا نقص، ما كنتش أتخيل بربع اللي أنا هنا، بربع الأحاسيس والمشاعر والود والعيلة والأسرة والاحترام، ولا كان يخطر على بالي إن أنا أعيش العيشة دي. أنا ناقصني عملية صغيرة، هي عملية بسيطة جدا، بخرج في ايام معدوده من اجرائها ومش مكلفه الى ابعد درجه، بس هي دي النقطه الاولى والاخيره اللي اقدر اكمل بها حياتي. نفسي اكمل العمليه دي علشان اقدر اكون صاحبه بيت حتى لو ليوم لسنه. انا بحلم بالبيت من وانا بلعب في الشارع، بحلم بفستان الفرح وانا بلعب في الشارع، بحلم ان يكون ليا بيت واسره وعيال وانا بلعب في الشارع. العالم الجديد له معنى تاني هنا، احساس، مشاعر، ود واحترام. العالم الجديد هنا اهل واسره، بيت، كل حاجه حلوه.